شكراً كتير يا سمر خانم على زيارتك إلي. عدنان كان نسيان الطريق لعند أخته من زمان. بفضلك أنت تذكر مرة تانية. لا تبالغي كتير، أساساً نحن اللي لازم نشتكي ونعتب، ما هيك يا أولاد؟ إمتى آخر مرة أجت عمتكم فيها لعنا؟ أنا بتذكر آخر مرة وقت اللي إجت مشان الطباخ الأمير. لا مو هاي، آخر مرة إجت على مهرجان المسرح. والله منيح لساتني متذكرة. نحن ما منشوف أنعام جاية لعنا إلا لما بتحب تغذي حالها بالفن. دعي لربك يضل في فعاليات لحتى تشوفني. بروح وباخذ الاولاد معي، ولميس خانم بترافقنا دائما. وانا بدي روح معكم من يوم ورايح. اهلا وسهلا، كثير بتنبسطي. وهيك بصير عدنان يجي معنا ومنغير جو كلياتنا. العيشه بهالجو النظيف بتطول عمر البني ادم. مزرعتكم كثير حلوه. هذا من ذوقك، انا ما فيني اعيش برات هون دقيقه واحده. ونحن كان عنا مزرعه صغيره بس ما كنا نروح عليها. بعد ما توفى زوجي بعناها. وقت اللي بتحبي تاخدي نفس تعالي لهون شوي. اهلا وسهلا فيكي. تسلمي كلك ذوق. ركبت على الحصان؟ لسه ما ركبت، قريت جرايد كل النهار. بلشتوا تحكوا بالشفرة كمان. انا ما فهمت شي، شو بتقصد؟ جريدة جريدة ريبورتاج. لسه اليوم ما قريت جرايد ابدا، في شي؟ اوه في كتير اشياء. وانا قريت قال راح نزوجك بالشتاء. عن جد؟ كانوا ناشرين لقاء مع بشرة، عم تقول بدها تصير عروس الشتاء. ناشرين صوركم كمان. ليش نحن ما عندنا خبر؟ أنا هلا سمعت مثلك. عن إذنكم، وين هاي الجرايد؟ جوا، تعا. مين بيعرف شو كتبوا؟ ما بيتركوا حدا بحاله. تعا معي تعا، الجرايد موجودة هون. صحتين. وهنا على قلبك. وين ناشر صور مهند؟ ها شوف صفحة كاملة. شوف شوف ليك 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 ليك. لأول مرة بشوفه لعدنان مبسوط لهالدرجة. واضح إنه سمر أخذت له عقله ورح تسعده كتير بحياته. هيك باين. إن شاء الله يضلوا مبسوطين هيك. كأنك قلقانة عليهم ولا أنا غلطانة؟ أنا ليش بدي أقلق؟ عدنان بيك صهر ما في منه، بتتمنى أي أم بالدنيا لبنتها. مهند شو صار معك؟ قدرت تلغي عرسك مع هالبنت؟ ولا حتى يكون في عرس بالأول؟ بشرة مو قايلة هيك شغلات ابدا، عم تقولوا الصحفيين كاتبين هيك من عندهم. يلا مهند تعال نلعب سلة. يلا بعد شوي، تركني ارتاح هلا. مراد تركنا مهند خلينا نشوفه شوي، ما شفناه منيح. مهند كان صديق مقرب لبنتي بيسان، بنتي الكبيرة. كان يتصل فينا ويسأل عنا، بس هلا ما عم نسمع صوته ابدا. والله مجبور، لأنه بيسان خانم صارت زوجته لنهاد بيك وأكيد بيغار عليها. اتصل فيني ولا ما بيصير؟ بيصير. وين رحتي حبيبتي؟ قعدت مع بشير بالمطبخ شوي، ما عم يجي لهون لأنه في ضيوف، فأنا قعدت معه. مين بشير؟ الشوفير مسؤول الجناين وشبه طباخ، بيشتغل كل شي. مهند أنت كتير سيء. ليش عم بكذب؟ هيك بس بشير صديقي المقرب، ربينا سوا. وينو بابا؟ راح يتمشى شوي مع سمر ولميس. من وين راحوا؟ يلا قوم لشوف. إذا غلبتك رح شرشحك، فهمان؟ مو لا تغلبني بالأول؟
يلا لشوف دغري على تختك. ماني نعسان. عم اقول لك على التخت. تصبح على خير. بدي بخير. تصبح على خير. كأني سمعت صوتها. قلت بشوفها. طلعت متوهم، نايمة ومرتاحة. نايمة ايه؟ منيح منيح. يلا مراد. يلا بشير، خليهم يجهزوا له تخته. راحوا ما هيك؟ أنا بدي نام. بونوي. لميس خانو. بترجاكي لا تنسي اللي حكينا الليلة. رح نزعل كتير إذا تركتينا. منضل نحن بحاجتك. مرسي. وأنا آسفة مشان الشي اللي صار اليوم. ما رح ينعاد مرة تانية. هذا وعد مني. تصبح على خير عدنان بيك. اعذريني. تصبحي على خير. ايفو. بتحب تشرب شي؟ لا شكرا. نهال كتير حساسة، حرام، عم تقهر حالها. شايفها. انتو هلأ صرتوا بحاجة للميس خانم أكتر من أي وقت تاني. وهذا رأيي. تغيرت حياتكم بسرعة كبيرة وبفترة قصيرة كتير. كنتي عم تقليلي إنه أنا استعجلت بزواجي. أنا شايفتك كتير مبسوط. بس مبسوط أكيد. عم تقوليلي فترة قصيرة. 11 سنة فترة قصيرة. أنا ياما عشت لحظات الدقيقة بيوم كامل. أنا ما هيك قصدي. أنا ما عم بحكي بخصوص زواجك. أنا خايفة إنه ما تكونوا لحقتوا تتعرفوا على بعض منيح. لأنه القصة أنت مجروح وحساس وسمر كتير حلوة صبية صغيرة. فكر كتير منيح واحسبها. أنا بعرفها كتير منيح. بعرفها. سمار فعلا بنت حلوة وعمرها صغير وأنا نسيت عمري. شو بعمل؟ حبيتها. أي أنت مانك كتير كبير بالعمر. شخصيتك حلوة. رجال مثل الوردة. عدلتيلي مزاجي شوي. حبيبي عدنان، أنت ما بتستاهل إلا كل خير والولاد كمان. وأنا متأكدة كتير منيح إنه الولاد رح يفرحوا على فرحك. ومثل ما قلت لك لازم تحسبها كتير صح. رح تشوفي إنه قلقك مو بمحله. بس تتعرفي على سمر وأخلاقها أكتر وأكتر. أكيد. وطبعاً بدك تضمن حقوق الولاد، ما هيك؟ كيف؟ يعني بدك ما تواخذني. يمكن أنا عم بحكي كتير بس لازم ذكرك لأني أختك. بهالوقت بتصور عم يعملوا اتفاقيات زواج. ما في داعي. أنا ضامن مستقبل أولادي كتير منيح. وأولادهم وحتى أحفادهم وأولاد أحفادهم. لا يكلك فكر. طيب معناتها أمتى ناويين تعملوا العرس؟ إن شاء الله بهالكم يوم قبل ما تبرد الدنيا. خير إن شاء الله. أنا فرحانة لك كتير كتير.